السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة إيجيبت كارز، والنهاردة هنتكلم شوية عن أحسن عربيات في فئة 200,000 جنيه. طبعا أنا كنت عامل فيديو قبل كده عن العربيات اللي في الفئة دي، كانوا 4 عربيات بس، الكلام ده تقريبا من 3 سنين. والنهاردة في عربيات جديدة من ضمنها العربية دي اضافت ليهم. العربيات كانت نيسان صني، شفروليه اوبترا، هيونداي الانترا اتش دي، والرينو لوجان اللي احنا فيها دي الام جي 5، ما كانتش موجودة وقتها، او ما كانتش الصين دخلت السوق المصري بقوة زي ما هو حصل دلوقتي، وده هنتكلم عنه في الفيديو بالتفصيل. شغل العربية. طبعا دي مش اعلى فئة من العربية، دي الفئة الاولى، والفكرة ان الام جي 5 نازلة بكماليات عالية قوي مش موجودة في الفئة دي، وده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في شرح مواصفات ام جي 5، وهتلاقوا الفيديو على القناة، فيديو مدته 3 ساعة بتكلم فيه بالتفصيل عن العربية وعن رأيي عموما في العربيات الصينية ومدى التحسن الكبير قوي اللي حصل لهم، ونبذة برضو عن سفرية الصين طبعا قبل الكورونا والكلام ده كله. طبعا ان شاء الله الدنيا تبقى احسن والكورونا دي تروح خالص بإذن الله. العربية طبعا زي ما انتوا شايفين مستوى تقفيل وخامات كويس جدا، مش هتكلم عن كماليات، الام جي 5 معروف ان هي كمالياتها اعلى من العربيات التانية في الفئة دي. هنا في شاشة كبيرة بتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وفي كاميرات 360 درجة، تكييف اوتوماتيك بس هنا مانوال. الهدف من الفيديو ده ان انا بقارن عربيات الديزاين من مستوى من حيث التقفيل والخامات. نبص بسرعة كده على التكييف، واضح ان التكييف هنا ممتاز، وفي ملاحظة برضو ان السرعات هنا 6 سرعات، العربية التانية في الفئة دي 4 سرعات بس، والتكييف ممتاز. الموضوع ده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في الفيديو الخاص بشرح مواصفات ام جي 5، انا مش هتكلم عن تفاصيل كتير عشان الفيديو ما يكونش طويل. نبص بسرعة على العربيات التانية. شكل العربية من بره بشكل عام، دي الام جي 5. حبيت طبعا ابدأ الفيديو بعربية جديدة مختلفة عن العربيات اللي اتكلمت عنها قبل كده. طبعا العربية اللي بعتبرها الاكثر شعبية وانتشارا بالسوق المصري النيسان صني. العربية دي بعتبرها من انجح العربيات في الفئة دي كلها. احلى ميزة في العربية دي انها من جوه ياباني، موتور ياباني، فتيس ياباني، العفشة، كل حاجة من جوه ياباني. العربية تقفيل مصري، فمستوى التقفيل من بره يعتبر مقبول. هنشوف لو في هنا اعلى فئة. دي أعلى فئة من العربية.
لون الصالون الفاتح جميل جدا، بيدي احساس بالرحابة. الكروم اللامع هنا مدي شكل جميل جدا. طبعا الكلام ده في اعلى فئة، بس النيسان صني قصة تانية خالص. الركوبة مختلفة، طابلون مرتفع شوية، مساحات احسن من الام جي 5، مساحات اكبر، صالون اوسع، لون البيج الفاتح جميل جدا. انا طبعا فضلت الفئة العالية من العربية علشان سعرها متقارب مع الام جي. تكييف حلو، انا سبت التكييف شغال شوية، وقفت الفيديو علشان ما يكونش طويل، واختبرت التكييف. تكييف حلو، صوته هادي، مش قوي قوي في التبريد زي الام جي، بس بياخد وقت شوية عقبال ما يبرد الصالون. كويس برضو ان الجو حر النهاردة علشان اختبر التكييف للعربيات في الفئة دي. طبعا نظام التشغيل هنا في شاشة، طبعا دي اهم ميزة في موديل 2021. طبعا الناس بتقول لي ان في شكل جديد نازل بره وكده، بس احنا في السوق المصري مش في الاسواق التانية، فانا بتكلم عن العربية اللي موجودة في السوق المصري. فالعربية انا شايفها حلوة جدا بالنسبة لسعرها، اعلى فئة بتقدم كماليات حلوة جدا، من اهمها الستارت انجن. دي طبعا موجودة في الام جي اعلى فئة، بس سعرها اعلى شوية. في هنا مرايات ضم، فالكماليات حلوة، الشاشة، تكييف الاوتوماتيك، طبعا ما فيش فتحة سقف. شوف برضو كراسي الخلفية عشان هوريكوا حاجة مميزة جدا. في هنا فتحات تكييف، او مش تكييف، هي تهوية. مساحة حلوة جدا، كراسي مريحة جدا، في مسند يد، وفي المراوح الخلفية. فالكراسي الخلفية مريحة. انا مركز على الحتة دي ليه؟ اللي عنده اسرة او بيفكر يجيب عربية يشتغل بيها في اوبر وكريم، بنصحه بالعربية دي. يعني انا شايف ان العربية دي ما زالت قيمة مقابل سعر جيدة جدا. شوف برضو عربية جديدة، هي مش جديدة، بس هي علشان بقت تجميع محلي فسعرها نزل للفئة دي. نتكلم عنها شوية، وهي الهيونداي اكسنت ار بي. بعتذر عن أشعة الشمس الضربة في الكاميرا، بس أنا ملقتش غير الوقت ده. الدنيا رايقة في المعرض، مفيش زحام، والعربيات كلها متوفرة. طبعا في شاشة هنا
دي أهم إضافة للعربية. التكييف حلو، مستوى التقفيل والخامات مقبول، طبعا اقل من النسخة الكوري، وده طبيعي لان العربية تجميع محلي وبسعر اقل بكتير. في فتحة سقف، في الشاشة، في الكماليات الاساسية للعربيات في الفئة دي. هي الميزة هنا الشكل، انا شايفه شكل جميل جدا انسيابي، يعني هي مسألة أذواق، أنا شايفه شكل أجمل من النيسان صني، دي مسألة أذواق شخصية. بس طبعا دي حاجة بتيجي على حساب العملية، يعني المساحات في النيسان صني كانت أوسع. بص برضو على عربية تانية الفئة دي، نشوف الشيري أريزو، دي برضو من العربيات الجديدة اللي ما كانش موجودة قبل كده وقت ما عملت الفيديو اللي فات. بص برضو على العربية بسرعة من برا، العربية دي بعتبرها منافس قوي جدا في الفئة دي. أحلى حاجة إن الصين داخلة الفئة دي بعربيتين أقوياء جدا، مش عربية واحدة. الشيري أريزو شكلها شبابي أكتر من الإم جي، شايفين التصميم عامل إزاي؟ العربية دي بعتبرها من أكتر العربيات شبابية. أنا قاعد الكرسي مريح جدا، أو مش هقول مريح، الكراسي كلها مريحة في العربيات التانية، أنا أقصد ركوبة رياضية أكتر، كرسي نازل لتحت شوية، مسند اليد مرتفع، جلد طري، غير النيسان صني خالص، غير حتى الهايونداي أكسنت. شغل العربية، تصميم مميز جدا، تصميم رياضي شبابي اكتر من الام جي، اكتر من الهونداي اكسن. دي طبعا مسألة اذواق شخصية، انا بتكلم عن رأيي شخصي. الركوبة حلوة جدا، وكمان السعر حلو جدا، يعني العربية دي بتتقارن بالنيسان صني، بالهونداي اكسنت ار بي اللي قدامكم دي. شوف برضو التكييف اخباره ايه، لا التكييف هنا ممتاز. الصين في حتة تانية يا جماعة، تكييف مبهر. انا ما وقفتش كتير في الفيديو، هما دقيقتين تلاتة الهواء البارد قوي جدا خلى الصالون بارد في الجو الحر ده. طبعا شايفين الشمس عاملة ازاي، العربية اصلا اول ما ركبتها كانت سخنة جدا. التكييف ما شاء الله زي الفل،
رغم انه 4 سرعات مش 6 زي الام جي. تكييف الام جي برضو ممتاز. فالصين تقدمت جامد في موضوع التكييف، وده انا لاحظته لما كنت هناك. يعني الجو عندهم كان حر جدا، واختبرت العربية الصينية وكان تكييفها ممتاز، واتكلمت معاهم في الموضوع ده في اجتماعي مع ممثلين الشركات هناك، وقلت لهم يا جماعة ركزوا على موضوع التكييف، ركزوا على مواصفات الأمان. وده اللي حصل، العربية تكييفها ممتاز. المقارنة دي بالمناسبة مش داعية لحاجة، يعني أنا بتكلم عن رأيي شخصي، يعني كأن أنا اللي بشتري بقول رأيي عن كل عربية، وكل عربية فيها مميزات وعيوب حسب احتياجات كل شخص. فالفيديو بعنوان أحسن عربية، أحسن عربية دي يعني أحسن عربية ليك غير أحسن عربية لي أنا. حد معاه أسرة مثلا هتناسبه النيسان صني أكتر، حد عايز عربية اعتمادية ومنتشرة في السوق وليها قطع غيار هتعجبه الأكسنت أكتر لأن العربية دي منتشرة في السوق أكتر، حد عايز شكل شبابي رياضي تكييف قوي يبقى الأريزو اللي احنا فيها دي أنسب له وبالنسبة له أحسن من العربيات التانية. أنا مش عايز أطول في الفيديو، أنا بحاول أختصر على قد ما أقدر. زي ما انتوا شايفين تصميم حلو جدا جدا. بص بقى على عربية تانية في الفئة دي، رينو لوجان. دي العربية الأوروبية الوحيدة في الفئة دي. يعني الفئة التانية تكييف كويس جدا، طبعا مش احسن حاجة، شيري اريزو كان تكييفها احسن، بس التكييف هنا حلو. العربيات الاوروبية برضو ليها طابع خاص، يعني بيهتموا بالتفاصيل الدقيقة. العربية ناعمة زي النيسان صني، جودتها كويسة جدا، طبعا مواصفات الامان والكماليات موجودة رغم ان دي مش اعلى فئة. الركوبة نفسها عالية شوية، يعني انا شايف ابعاد العربية والطريق كرسي عالي سهل ان انا اتحكم في العربية، يعني كل حاجة في متناول اليد. العربية مساحتها مش كبيرة قوي زي النيسان صاني والشيري اريزو، فسواقتها سهلة، كل حاجة في متناول اليد. لو حد مبتدئ في السواقة، البنات السيدات اللي عايزين عربية المشاوير الصغيرة، العربية حجمها صغير يعني تعتبر الأصغر في الفئة دي. جودة الصناعة ممتازة، ممتازة طبعا بالنسبة للسعر، يعني طبعا مش احسن حاجة. فالعربية دي مناسبة للناس دول، حد شاب عايز عربية شبابية اكتر هنصحه بالشيري اريزو والام جي 5، او حتى الهيونداي اكسنت لو عايز عربية اعتمادية.
شكل العربية من بره. اللون النبيتي انا شايفه اجمل. انسب للبنات والسيدات. طبعا فيات تيبو هي سعرها اعلى شوية بس دي مانوال. طبعا هنصح اي حد عايز عربية مانوال في السعر ده فيات تيبو عربية ممتازة. ركوبة حلوة، مستوى تقفيل وخامات حلوة جدا. طبعا انا ما فكرتش اركب اعلى فئة من العربية لان سعرها اعلى من العربيات التانية في الفئة دي. اللي هيقدر يزود شوية ويجيب اعلى فئة من العربية دي فالعربية ممتازة. طبعا فيات معروفة في السوق المصري، يعني مش هتضحي بالجودة والمستوى التقفيل والخامات والحاجات دي علشان تبيع اكتر زي الشركات التانية. فاسم فيات ده ضمان كافي للعربية. فاللي ما يهموش ان العربية تكون اوتوماتيك على طول بنصحه بالعربية دي، فيات تيبو. بفضل على رينو لوجان. رينو لوجان ارخص وانسب اكتر للمبتدئين في القيادة، للبنات للسيدات. حجمها اصغر، شكلها انسب ليهم اكتر. اما الفيات تيبو زي ما انتم شايفين فيات تيبو حجمها اكبر، شكلها مناسب اكتر للشباب. وادي الشيري اريزو شكلها مناسب برضو للشباب. ادي النيسان صني وادي الفيات تيبو. من شوية شفنا الشيري اريزو، في الاول خالص شفنا الام جي 5، شفنا الهايونداي اكسنت. اللي ناقص بس الشفروليه اوبترا، هي للاسف مش في المعرض. نيسان صني بعد كل ده بعتبرها من العربيات اللي ليها شعبيه في السوق المصري وهتستمر على ده. نشوف برضو الـ MG5 هبص بصة برضو على شكل العربية من برا. طبعا اعلى فئة بتبقى جنوط اكبر، جنوط سبور. الخلاصة، أهم عربيات في الفئة دي الـ MG5، شيري أريزو 5، نيسان صني، هيونداي أكسنت RB، رينو لوجان، وفي كمان الشفروليه أوبترا كنت أتمنى إن أنا أصورها في الفيديو ده.
بس هتلاقوا اكتر من فيديو ليه على القناة، وهتكلم عنها برضو بشكل عام. الشيفروليه اوبترا عربية كويسة جدا في الفئة دي، تتميز بكماليات حلوة جدا، فتحة سقف، كراسي جلد، زونوت سبور، يعني الكماليات اللي ممكن تلاقوها في الام جي 5، اعلى فئة ولكن بسعر اقل. لون الصالون الفاتح برضو ميزة حلوة في الاوبترا. العربية بقالها فترة في السوق وليها قطع غيار وسعر إعادة بيع كويسة جدا، بس أنا هنا بحاول أركز أكتر على العربيات الجديدة السنة دي. أنا طبعا شيفروليه أوبترا أنا اتكلمت عنها بالتفصيل في الفيديو القديم، هي والنيسان صني والرينو لوجان، كان معاهم الإلنترا اتش دي، بس طبعا أنا ما اتكلمتش عنها هنا لأن في الأكسنت أر بي بديل ليها، تجميع مصري برضو وشكل شبابي اكتر. ده مش معناه ان الانترا اتش دي وحشة، الانترا اتش دي عربية ممتازة جدا، بس طبعا كل عربية ليها ذوق مختلف، وهتلاقوا على القناة فيديو مقارنة ما بين العربيتين للي حابب يشوف الانسب ليه ايه. العربيتين قريبين من بعض جدا كجودة، يعني الاتنين تجميع محلي، هتلاقوا على موقع ايجيبت كارز مواصفات كل العربيات في الفئة دي والفئة التانية، مواصفات الفنية واخر تحديث للاسعار من الوكيل. وفي كمان على القناة استعراض تفصيلي للعربيات، وفي كمان تقسيم برضو بالماركات للي حابب يدور على عربية معينة هيلاقيها بمختلف فئاتها. انا بحاول اقدم اللي اقدر عليه في عالم السيارات اللي انا من عشاقه، بحاول ان انا افيد الناس على قد ما اقدر. الكواليتي اللي بسجل بيها دي بتتكلف كتير، الموقع اللي انا عملته ده مكلف جدا، بس طبعا سهل على ناس كتير حاجات كتيرة جدا، وعلي انا شخصيا لما ارد على اي حد بيستفسر عن مواصفة عن سعر عن اي حاجة، الموقع ده بيساعدني انا وبيساعد ناس كتير. فكل بطلبه منكم انكم تدعموني بلايك بشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات علشان تشوفوا كل فيديو جديد بنزله، وربنا يكرمنا كده ونعدي من أزمة كورونا دي على خير، والناس تشوف الفيديو ده في ظروف أحسن من كده بكتير بإذن الله. كان معاكم أحمد حمدي وشكرا.